بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان من قلب الأحداث الرياضية، أولا بأول وبالتحديد من صالة الدكتور حسن مصطفى وبطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة. الإصرار شعار، شعار لا مفر، فهو دائما عند الكبار. وهنا الإصرار والعزيمة في بطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة، البطولة الثالثة رسميا، واللي أقيمت أول بطولة رسمية كانت في نفس الصالة من عامين سابقين، واللي كانت فيهم البرازيل في الصدارة أو حصلت على البطولة، ومصر كانت في الوصيف، وكانت في الوصيف وقدرت تضيف بعد تدريب 45 يوم فقط. النهاردة وبعد ما دخلت البطولة أجواء تانية خالص، فيها أجواء فنية، فيها أجواء تكتيكية تدريبية، نوع اللاعبين ونوع اللاعبين نوع ونقطة مهمة جدا، لأنه الأهم في هذا الأمر أن يكون يجيد استخدام الكرسي المتحرك، أو إزاي يقدر يسيطر على مهارات الكرسي في أنه يخترق أو يشوط أو يغير اتجاهه، وبعدين ممكن يكون الأمور الفنية مع القوانين لكرة اليد. أمريكا الوافد الجديد في الدخول لبطولات كرة اليد على الكراسي المتحركة، أما النهاردة فرنسا اللي بتدخل اللقاء وكانت عندها بطولة غير رسمية بالتحديد في عام 2005. طبعا بيتلعب لقاءات في نفس اليوم، بيطلع ممكن يلعب المنتخب الواحد مباراتين في يوم واحد، وده نظام البطولة. والأكثر دقة انه الفرق الى الان العدد اللاعبين في كل فرقة بيكون 10 لاعبين منهم 2 لاعبات، ولو اشترط ان يكون في الاثنين اللاعبات واحدة منهم موجودة جوه الملعب في التشكيل المكون من 4 لاعبين ولاعبة. امريكا لعبت لقاء اليوم الصبح وفازت على اليابان في مفاجأة قوية جدا 2-1. نستمع سويا الى السلام الخاص بفرنسا. بعد ان استمعنا السلام الخاص بفرنسا، نستمع سويا الى السلام الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية.
معنا الى السلام الوطني للولايات المتحده الامريكيه وفرنسا. احب اقول ان ارض المحروسه دايما تستضيف الجميع. هنا عندنا بكل روح من قلبنا بنحب تكونوا موجودين هنا تشوفوا مصر وحلاوه مصر ونيل مصر واولاد مصر. اللقاء بيجمع ما بين امريكا وما بين فرنسا، وزي ما قلت لحضراتكم انه كل فرقه بتلعب مباراتين في اليوم. فرنسا خسرت الصبح من البرازيل وبالامس من اليابان، لم تفز في اي لقاء. البرازيل الفريق المرشح طبعا بكل القوه للوصول للمربع. نظام البطوله اربع فرق في كل مجموعه، باول وثاني وثالث ورابع حسب الترتيب بيلعب من المجموعه الثانيه. يعني البرازيل لو اول المجموعه والهند عندنا في المجموعه الثانيه اخر المجموعه، يبقى واحد يلعب اربعه، اثنين يلعب ثلاثه، ثلاثه يلعب اثنين، اربعه يلعب واحد. ان شاء الله بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر في البطوله اللي دخلت شكل ثاني خالص في مراحل التجهيز للفرق اللي بدات تمارس اللعبه وتحتك على المستوى الاوروبي واقامه البطولات على المستوى العالمي. وده طبعا كانت بدايته مش النهارده، بالبدايه كانت في عام 1990 بالتحديد في اول فكره للكراسي المتحركه، وكانت في اليابان في كيوتو اليابانيه. امريكا لعبت اللقاء الصبح مع اليابان وفازت 2-1 وقلبت الموازين تماما في المجموعه. طيب حد يقول لي هو 2-1 في الاشواط بيختلف في الترتيب؟ على حسب الترتيب في الاشواط لكن على المباريات لا. ولكن في نقطه مهمه، انت فزت بتاخد النقط بتاعت الفوز فقط، لكن الترتيب بناء عن النقط. لما يتعادلوا في النقط يبصوا للاشواط، لما يتعادلوا في النقط يبصوا للاشواط. الهدف باتنين، اتسالنا كتير على الهدف باتنين وايه اللي اسس احتسابه. واحد، الرميه الجزائيه اثناء المباراه الهدف باتنين. اتنين، الرميه الجزائيه لو في تعادلات بعد الثلاث اشواط، لو لف اللاعب من نقطه الجزاء من نقطه الرميه الجزائيه ولف دايره كامله الهدف باتنين. تلاتة، لو المرمى خالي واتلعبت الكوره من حارس المرمى في المرمى الخالي الهدف باتنين. أربعة، لو اللاعب بيشوط الكرة أثناء الهجوم ولف دايرة كاملة من مكان ما بدأ الدايرة الهدف باتنين. ده أسس احتساب الهدف باتنين. احتفالية كبيرة بكل تأكيد في بطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة. أول الكرات مع أمريكا اللي بتلبس الأحمر، فرنسا بتلبس الأبيض. تمرير في الخط الخلفي، فاول فاول، الحكم بيقول فاول من مكان التسعة متر. هنا بقى الفاول يتلعب ازاي؟ مكان ما هو بالظبط، ده الحكم الأرجنتيني هو اللي بيدي الفاول. بيتعمل لاعب بيلعب الكورة ايا كان اللي هياخد منه الكوره زي لاند بول بالظبط، ولكن الاختلاف بقى هو عايز يعدي ويشوط الكوره حلوه من بعيد. كان هداف في المباراه الاولى، بالمناسبه كان عامل مباراه كويسه قوي مع امريكا. النهارده قدام اليابان بيحرز الهدف تشيسولف هو وجيبري اتساوند. ادي اولف لعب الكوره حلوه قوي على شمال الحارس، ما يقدرش يعمل لها حاجه. سامويلا شاندريس مرة تانية، تمرير عايز يعدي منه لكن يقف قدامه كويس قوي. جابري يغير اتجاهه ويلعب الكرة من بعيد في القائم، شاط الكرة في القائم وترجع من ماثيو دي سيليا. عايز يعدي، يعدي كويس قوي وولف، يلعب الكرة قوية ولكن يتصدى المرة دي الحارس سامويل، يتصدى للكرة وتروح لجابري اللي ياخد الكرة كويس قوي وعايز يعدي. الحكم بيوقف الملعب، الحكم العلامه دي من الحكم يعني كده في ايقاف خلاص، لازم تاخد طرد تطلع ويتغير الكوره. طب امتى ما يتغيرش الكوره؟ لو الفاول مش متعمد بخروج اللاعب، لكن لازم يحصل الطرد. هيطلع هنا رقم خمسه جبري،
وتنزل لاعبه. ليه؟ لان اللاعبه اللي اتطردت لازم تنزل، لازم يكون في لاعبه في الملعب تلعب الكوره وتعمل حجزه، وهنا بتعمل حائط صد او حجز للكرسي، يغير اتجاهه وعايز يشوط الكره يحرز الهدف. عدى كويس قوي من جنب سيدني ثماس، مشكله وقع على الارض، قمه الاصرار، حكم يوقف في الملعب الارجنتيني انريك ديب ودانيال دي سيلفا البرازيلي حكام لقاء اليوم. هدف واحد هنا، العلامه بتاعت الحكم بيرفع ايده ان هو هدف، تحس بهدف واحد بس. هيستأنف اللقاء يرجع بقى، اللي خدت الطرد ترجع تاني، واللي نزلت مكانها سيرني سماس تخرج. تمرير تنزل مره تانيه اليزابيث بتحبس كويس قوي جايانا جاكسون. يا ولد يا ولد جبري، الولايات المتحده الامريكيه اول اشتراك على فكره، هم بيلعبوا الركض على الكراسي المتحركه، يعني ممكن اللاعب يلعب لعبتين بالطريقه، اهم شيء انه يعرف يجيد استخدام والتحرك بالكرسي. في حد ذاته هو اصرار كبير، في حد ذاته هو امال كبيره لكل لاعب. تمرير فرنسا يلعب الكره من بعيد، جابري يعمل حائط صد، حائط صد يمنع الكره لكن تبقى رامي الجانب، رامي الجانب ويرجع مره ثانيه الحارس جون ريد يقف في المرمى بيقولوا تلعب الكره مع الصفاره 10 دقائق كل شوط 10 دقائق، لو اتعادلوا يلعبوا شوط اضافي 5 دقائق. يعدي كويس وبيلف دايره كامله ويشوط الكره، وهدف بهدفين اهو. الحكم يعمل ايده كده من تحت لفوق ويلف دايره كامله مرتين ويعلن ان الهدف ده بهدفين لصالح فرنسا. لعبت كره كويس قوي ماسيو ديسيلي يا ولد. فابيان كومبريس المدير الفني هو وسيدريك بريك، فابيان ده كان من الباكات في اللعبه دي، مهم طبعا ان التدريب يبقى فيه عنصر عارف الفنيات والعنصر الاخر عارف مهارات التحرك وازاي يحجز يعمل السكرين يقفل على لاعب وهكذا. ياخد الكره في الشمال خالص ماثيو يشوط الكره عايز يلحقها لكن تبقى رامي الجنب. حارس ده عمل مباراة كبيرة قوي قدام اليابان، أي لاعب على فكرة يقدر يقف حارس ويقدر يخرج يهاجم. طبعا مع الترتيب بقى الجديد في البطولة بقى الدخول والخروج للاعبين مميز جدا. هنا بقى السكرين وولف بيعمل ايه؟ وولف بيقف قدامها تبقى رامية الجانب خلاها تخطأ، يا سلام لو جت الكرة في الإعادة. وولف عمل ايه؟ هي عندها مساحة مرور فوقف قدامها، هنا بيعمل ايه بقى هنا؟ بتحاول تبعد عنه، هو بيعمل حجز بيعمل سكرين عشان يعمل زياده عدديه، زياده عدديه من اثنين لاعبين، وبعد كده يجري هو ويسيبها، يغير اتجاه الملعب، يلعب الكره عند وولف، ثنائيه وتمريره ويحرز الهدف. يحرز جابري يحرز الهدف. تونسن 3-3 توقف قدامه يشوط الكرة قوية، هو الهداف إلى الآن. يلعب الكرة ماثيو ديسيلي يحرز الهدف لفرنسا 4-3. جابري يلعب الكرة عايز يلف دايرة كاملة، يلف دايرة كاملة ويشوط سامويل عنده حل للتصويبة من اثنين، راح بإيد الاثنين في الشمال. مواليد 79 سامويل تصدى للكرة ولا زال التقدم لفرنسا 4-3. بيحاول يعدي هو بمهارة فردية يلعب الكرة بعد ما خد معاه، ياخد رمية حرة. بيستدعي الحكم لفرنسا
الطبيب لفرنسا اهي. هنا بقى عملت ايه؟ عايزه تعدي اهي، بص هنا، ايوه حلوه قوي القعده دي، هي اللي خرجت. هو عمل ايه؟ عمل سكرين بس، قفل على اثنين لاعبين مميزين، قفل على رقم 28 ماسيو دي سيلي، وقفل على يوناثان، عمل لهم مشكله الاثنين. 4 3 مره ثانيه، جيفري يعمل سكرين، يقف قدامه كويس قوي، دافع كويس، بيغيروا اماكنهم عشان ياخد مساحه يعرف يشوط من خلالها، يشوط الكره بره، يشوط الكره بره. خد فاتح خضر، يعدي جيفري. هنا بقى لو جت الكره في الاعاده في عقوبه طبعا، هي عملت معاه اسكرين وحجز دفاعي، ياخد طرد، ياخد طرد. بص وقفت اهي قدامه لاعيبه مميزه جدا من فرنسا، لكن في مميزه اخرى، جايان جاكوبسن اهي، راح هو شال الكرسي وزقها لقدام فياخد الطرد مع الصفاره. طيب لو خد طرد مره تانية نفس اللاعب فتح، يطلع بكارت احمر وما يكملش اللقاء اصلا، وده حصل مع منتخب مصر في لقائهم مع البرتغال، مع حامل اللقب، وتلف كويس قوي وتشوت الكره، حبت تتميز لكن يتصدى الحارس، يلعب الكره لوحده خالص، جابري يدايره دايره كامله، والعارضه والعارضه ترجع له مره ثانيه، يلعب الكره بهدفين، كرر الموضوع مرتين، اول مره لف دايره كامله جت في العارضه، رجعت له، سابوا الدفاع، عمل الدايره وشاط الكره باستمتاع. اهو يا ولد يا ولد، على شمال الحارس، قويه لامريكا، قويه، هدف بهدفين، 5-3، تقدم امريكا بفرق هدف، يغير اتجاهه كويس قوي ويعدي دايتانا، لكن حائط صد ويجري، مميز مميز مميز. تشيز وولف تشيز وولف تشيز وولف اللي في دايره كامله ويدمر الكوره، ولكن الحارس يمنع الخطوره وترجع له مره ثانيه، لكن الدفاع يتدخل وتروح لولف اللي بيبعد عن مصالح الدفاع، لكن ياخد رميه حره، رميه حره من بره التسعة متر تتلعب، هو عايز رميه جزائيه، الرميه الجزائيه لازم تبقى فيها قوه دفاعيه. 5-4، بيقول له جيب الكوره مع الصفارة، العلامة دي من الحكم، بيقول له مع الصفارة انريكا، والارجنتيني انريك ديب، ترجع مرة تانية، جايان جاكسون، وولف وولف وولف، عمل دربلاية، شوت الكرة قوية في القائم، لكن بتيجي في الدفاع والقائم تبقى رامي الجانب. هنا بقى القوانين للهاندبول، بيوقف الملعب، الحكم بيطمن على اللاعب دايتان تافور، ادي الكرة اللي جت في القائم، ترجع مرة تانية، عايز يعمل دفاع على، اتحرك كويس قوي ويلعب الكرة، عايزة تلف دايرة كاملة وما تنجحش المرة التانية، جايان جاكسون ما تنجحش، وتروح الكره لفرنسا، 8 دقائق 39 ثانيه تقريبا من احداث الشوط الاول، وبياخد الوقت المستقطع لفرنسا فابيان كومبريس عشان يدي التعليمات للاعبي فرنسا في اخر دقيقه وثواني من الشوط الاول. نتابع مع بعض هيقول ايه هو وفورد دايك لامريكا. Alex, je viens boxer ici. Ok. Bloc extérieur. Ouais. Ok. Là, ici, tac. Tac, tac, tac. Je commence à bloquer extérieur. Gaëtan, vous faites vivre la balle avec Pigeot. Mathieu, tu es ici, toi. Mathieu, t'es là. Là, c'est Pigeot. Ok, tu fais vivre la balle. Tac, tac. Ensuite, une fois que tu as fait ta passe, Gaëtan, tu rentres ici. Ça va s'aplatir. Et là, vous venez jouer le tour. Ok. Ça marche. Allez, prenez votre temps là-dessus. Allez, hein. Prenez votre temps là-dessus. D'accord. Allez, 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 allez. بينتهي الوقت المستقطع
اللي طلبه لفرنسا فابيان. بيقول له العب مع الصفارة. يلعب الكرة. تمرير لفرنسا. تغيير المراكز عشان يفتحوا مساحات، وفعلا اتفتحت المساحة. يلعب الكرة على الستة متر للاعب أشول، لكن يتصدى للكرة سامويل أراميس. تمرير مرة تانية. هنا بقى المرمى خالي لفرنسا. شوت الكرة قوية من ماسيو ديسيلي. يلعب الكرة قوية قوي ويرجع بسرعة. ديسيلي يا ولد لعب الكرة قوية قوية، عمل البلياردو قائم كده وغيرت اتجاه قوية ويلف حلوة. اوه هدف بهدفين. بص علامة الحكم، يلف دراعه كاملا دايرة كاملة. هدف بهدفين. 7-5 لصالح امريكا. فاول مهاجم على فرنسا. كرة جت في تمرير خطأ ولمست الكرسي كأنها لمست رجل اللاعب، لكن لو التمرير خطأ لان ممكن الكرة تيجي من غير كده ما يكسبش. وولف يلعب الكرة لجبري. لولف اللي ممكن يشوط. يلعب الكرة بعيدة بعيدة. يجري يجيب الكرة بسرعة. ماتيو سيليا وبينتهي الشوط الأول لصالح أمريكا. 7-5 بعد جهد كبير قوي، لكن استغلوا الكرات باتنين واستغلوا المساحات واستغلوا التحركات كويس. فرنسا ما قدرتش تتابع امريكا اللي عملت وجهة نظري، قلت لحضراتكم مفاجأة في فوزها على اليابان، وبعد كده قدروا ان هم يخشوا وياخدوا المباراة. الكرة باتنين هي اللي فرقت معاهم مرتين، فرقت معاهم الكرة دي بالذات لانه حاول عليها ديسيلي، لكن في الاخر تخطط الخطوط بعد ما شاط الكرة بقوة مظبوط. حقيقة يعني بعد ما شاط الكرة بقوة مظبوط. اول شوط لصالح امريكا. لو حصل للشوط الثاني فرنسا تعادلت، يلعبوا شوط اضافي مدته 5 دقائق. لو اتعادلوا في الشوط الاضافي يلعبوا رميات جزائيه من نص الملعب من عند دايره السنتر بالتحديد. اللاعب بيستلم الكوره ويرميها كده قدامه، وبعد كده يكمل دريبل لغايه نقطه 7 متر، نقطة الرمية الجزائية، ويشوط الكرة. لو شاط الكرة بطريقة عادية يبقى هدف واحد، لو لف دايرة كاملة وهو بيشوط الرمية الجزائية يبقى الهدف بهدفين. هيدي كل مدرب التعليمات لفرقته. نتابع مع بعض هيقولوا ايه. Why, when we have 20 seconds left, are we not even thinking about the fact that if we wait until there's 5 seconds left, we have that time, we can even rip a garbage shot from 15 if we have to. And the time it takes to save the ball, the time it takes to get the ball from behind the goal, the game's fucking over. That's on me. Who wants this shit? That's on me. It's on everybody. Everybody needs to be aware. The bench needs to be aware. We should be shouting that. 20 seconds, use the clock, whatever you need to do. Everybody needs to be have situational awareness all the way through the game, particularly at the end. This quarter we clean it up. This half we clean it up. We need to put them away is what we need to do. It's not a quarter, it's not a half, it's a set. We close this out. Listen, I'm already losing my voice and there's no fans in here. That's inexcusable. I am screaming at you all. I'm screaming red and I still see white. I'm screaming attack and I see black. Okay? On recommence avec le même 4 qui est rentré. Si vous voyez que vous êtes craint.
cramé et qu'on n'a pas le temps de sortir, vous restez en défense. Ok? Et Sam, il faut que tu sortes pour poser une solution. Pas plus loin que la moitié de terrain. Ok? Alex, dès que tu fais ça, ça, c'est mort. Non, central. Quand tu vois qu'il y en a tout seul qui arrive vers toi, tu bloques le centre, ici, là, et tu montes, du moment que tu rentres à 9 mètres, tu montes. Faut pas qu'il déborde. On se fait avoir parce qu'il déborde. D'accord. Exactement. Ok ? Quand il est tout seul. Ensuite, jouer en passe et bas. En passe et bas. Tac, tac. Je fixe. Je donne, il me la redonne. Je fixe, je donne, il me la redonne. Je veux le voir au moins une fois. Au moins une fois. On enterre trop la balle. Et en fait, on l'enterre. But we make their night even longer. It starts on defense. We have to wake up. Everybody understands. Yes, sir. Let's go. Defense on three. Nice and loud and nice and proud. One, two, three, defense! Hey, attack the girl. On s'arrache là. N'ayez pas peur d'être trop loin en attaque. Mais que peur, faut qu'il y ait de la place pour rouler. Pensez, la petite, elle a déjà une sanction. Ouais. Oui, oui. Donc pensez-y. Deux à sœur à les rouges. France! Ensemble! 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 Allez, hein. استاذنا كرئيس الناس بس لكن جنبك بسجل اعلى من يبدا الشوط الثاني. فرنسا هي اللي معاه الكوره. الشوط الاول انتهى لصالح امريكا غض النظر النتيجه كانت كام، ولكن في الاخر هم خدوا شوط. يلعب الكره من بعيد لكن يتصدى ليه كويس قوي. يرجع مره ثانيه الكره مع امريكا. واضح جدا انه فوردايك وريتا كينيتون الاثنين قالوا على موضوع مهم. هم بداوا فعلا يعملوه من بدايه الشوط، تصويب بقوه والاتاك يبقى اسرع، ان هم عايزين يجروا اسرع. شافوا ان منتخب فرنسا في اول الدقايق عايزين هم يستحوذوا على النتيجه عشان ما يدهمش امال في الرجوع للقاء او الفوز بالشوط. جبري يعدي نص الملعب، يلعب الكره المميز في التصويب من بعيد، المميز في التصويب من بعيد ماتيو دي سيليا. عملها كويس قوي دي سيليا على شمال الحارس. صعبه الكره، قلت لحضراتكم مميز في التصويب من بعيد، لكن الكره من بره التسعه مش باثنين، باثنين حاجه واحده فقط. يلف دايره كامله وهو في اتجاه المرمى، عايز يلف دايره كامله، يلف دايره كامله ويشوط الكره ويدي الحكم ان الاجاده بهدفين. يحرز الهدف صامويلا أرامس. أو لف دايرة كاملة من بداية الدايرة، يعني من بداية ما هو بدأ الدايرة. زعلان فابيان كومبريس. هنا بقى ده لاعب عنده كرة يد لأنه هاوش تهويش كرة اليد وغير اتجاهه ويلعب الكرة حلوة والحارس بيتصدى لفاتح خضير سامويل أرامس. بينزل اوستين جونسون لاعب صغير مواليد 97. فاول مهاجم عليه. اول كره استلمها عملها خطا، استلم الكره ووقعت من ايده جت عند رجليه، خلاص فاول مهاجم عليه. نيل الكره لفرنسا. شاندريس يلعب الكره كويس قوي. ماسيو دي سيليا ياخد الكره لفاتح اللي بيجيب الكره. لا
تعدي الخطوط. فابيان زعلان، لازم تتلعب الكرة من مكانها. مجموعة قوية قوي اللي فيها البرازيل وأمريكا وفرنسا واليابان، مجموعة قوية مع بعض. اليابان فريق قوي قوي، كسب امبارح فرنسا بعد ما كان خسران في شوط من الأشواط. ياخد رمية حرة، رمية حرة على ماسيو دي سيليا، هو كابتن الفرقة وأميز لاعب فيهم. لازم يطلع بره التسعة يلعب الكورة، يلعب الكرة لأوستن جونسون، عايز يعدي يشوط الكرة لكن يتصدى الحارس للكرة، بيتصدى شاندريس. مواليد 79 شاندريس، سامويل شاندريس، يلعب الكرة مرة تانية لولف اللي عايز يعدي، يلعب الكرة كويس قوي، عايز يعمل دايرة لكن منعته، لكن شاط الكرة قوية. الكساندرا حاولت تمنعه لكن شاط الكرة كويس قوي سامويل ارامس. شوط الكرة قوي قوي من الحاشية، من لا حاجة سامويل شاندريس الحارس. تروح مرة تانية لأمريكا 3-1. خطأ من الهجوم لفرنسا، يغير اتجاه كويس قوي وولف، يلعب الكرة لارامس اللي بياخد الكرة في اتجاه عكسي. يا ولد هنا بقى لكن ترجع له رمية مرمى. ليه؟ الكرة جت من جوه زي الهاندبول، لو الكرة ماشية كده وجت وهو استلم الكرة بعد ما شاطها، لا لازم تبقى رامي عليه، رامي حط برامية مرمى. مرة تانية بيجري الكساندرا، بتفتح في الشمال، عايز يعدي فاتح، لكن يا وولف يعمل معاه فاول تكتيكي، يقف معاه بالكرسي ويخلي العجله بتاعته تقف جنبه، ما يقدرش يتحرك، يبقى منعه بدون قوه. فتح عملت له سكرين حلو قوي، يلعب الكره فاتح ويحرز الهدف. خضر يحرز الهدف لفرنسا 3-2. يلعب الكره، لمس خط 6 متر، لمس خط 6 متر. أوستن جونسون ما تتحسبش الكرة، تبقى رمية مرمى. سامويل شاندريس فتح، بياخد الكرة مع سامويل لكن بيطلب وقت مستقطع. هنشوف هل هو وقت مستقطع ولا خطأ في الساعة. اعتقد انه داخل الصاله. 3-2 لصالح امريكا، 55 ثانيه قدام حضراتكم. وقف الملعب لكن ما فيش وقت مستقطع، ده هو اعتقد انه الجرس اللي بيبقى جوه الملعب الانذار دايما بيبقى فيه زي الجرس ده، بيعمل لوحده اي استشعار، لو استشعر باي حاجة غير طبيعية او دون غير طبيعية بيجدد نفسه لوحده. مرة تانية يلعب الكرة برا، يشوط الكرة برا. جوردان بابي يلعب الكرة، هيدي إذن باللعب. سامويل يلعب الكرة مرة تانية جانسان، لكن مرر له الكرة وعمل سكرين كويس قوي.
يقف قدامه على الدايرة يستلم الكرة. رمية جزائية منع كتفه من التصويب، منع كتفه من التصويب، وهنا بيقول له لا. رمية جزائية بس ما ادالوش عقوبة، يعني هو المفروض ياخد ايقاف، لكن شاط الكرة يحرز الهدف. تشيس اولف، تشيس اولف يحرز الهدف لامريكا. تشيس اولف يلعب الكرة فاتح، يلعب الكرة في اقصى اليمين، يغير اتجاهه كويس لكن يقف قدامه، يعمل معاه رمية حرة. اوستن جونسون يشوط الكرة من بعيد، يا كانت مفاجأة الكرة دي، مفاجأة الكرة دي للكل، يا لو جات الكرة دي. يلعب الكرة في المرمى الخالي، يحرز هدف واحد، هنا الحكم ادى هدف واحد بس. ليه؟ لو المرمى خالي واللي بيحرز الهدف حارس المرمى من جوه الستة متر يبقى الهدف بهدفين. فاتح بيرد، هدف بهدفين لفرنسا، بيرد على طول قبل ما يرجع الحارس، يبقى 7-4. هو عامل شغل كويس قوي، لف في الكرة اللي فاتت كويس، يحرز الهدف، يحرز الهدف سامويل أراميس. 6-4 وبياخد الوقت المستقطع لفرنسا عشان يدي التعليمات بعد ما أضاف سامويل الهدف السابع، بقى الفارق 3 أهداف. يقف الوقت وياخد الوقت المستقطع لفرنسا فابيان كومبريس. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه فابيان كومبريس لفرنسا. قلت لحضراتكم انه فرنسا دخولها للقاء في البطولة بعد ما كانت اول بطولة كانت عندها غير رسمية في 2005، تروح مرة تانية الكابتن فرقة اللي عايز يشوط الكرة لكن ترجع فاتح اللي بيغار اتجاهه كويس قوي ويشوط الكرة من بعيد ويتصدى الحارس سامويل أراميس، بيتصدى للتصويبة. فرنسا تسير للمركز الأخير في المجموعة، عايز يعدي، يعدي كويس. فاول، رمية حرة. وقفت قدامه في الكرة اللي فاتت. الكساندرا مرة تانية، عايز يلعب له الكرة. لمس خط الستة متر، لمس خط الستة متر. فتح عايز يلعب الكرة جري، هنا عملت عليه سكرين عشان تعطله ويبقى في زيادة لفرنسا، هيغير اتجاهه ويلعب الكرة اللي جاي من زيادة. هنشوف قرار الحكم ايه. طرد، وفي قوة دفاع لأراميس، هيخرج بره. مش هنا بقى، هل هيديله رمية جزائية ولا لا؟ ان هو منعه، هل بس الطرد فقط ولا لا؟ ادي كوره في الاعاده، دي سيليا غير اتجاهه كويس قوي، هنا بقى دخل فيه بقوه، بقوه سامويل أراميس على بينامين براون، يلعب الكوره لبينامين اللي عايز يلف دايره كامله ويشوط الكوره، تتصدى سيدني سميث الامريكيه في الكوره، يقف قدامه كويس.
تايم اوت بياخدوا امريكا بياخدوا لامريكا عشان يدي التمال فور دايك وليزا ايجان. نتابع مع بعض حيقولوا الاثنين للاعبي امريكا وفابيان كونفرس اللي باقي وقت بسيط جدا عشان يوصل للتعادل. Hey, but listen, Najee, don't shoot the ball before 5 seconds, all right? Hey, we'll give it to you. We're passing around. We will give it to you at 5 seconds. We're working it out. Run in the right back, stay in center back, set your young boy up. Yep. Right? Look for your shot. Hey, see you red. Let's finish. Let's go. Finish on three. 1, 2, 3, finish! Let's go, Najee. Attack that weak link. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه المدير الفني فورد تايك لأمريكا عشان يدي التعليمات. هنتابع مع بعض أول مشاركة لأمريكا في البطولات للكراسي المتحركة لكرة اليد. لكن كان في بطولة في أمريكا الجنوبية ودي كانت بطولة ودية دولية كانت في 2010 لكن مش أمريكا مش الولايات المتحدة. فاول مهاجم بيقول له يلعب الكرة من مكانه يلعب الكرة لكن بينتهي اللقاء. هنشوف هل اللقاء انتهى. بيقول له يلعب الكرة من مكانها. صعب التعادل لفرنسا امام امريكا المميزة في اللقاء جدا من اول شوط. يلعب الكرة بهدف يحرز الهدف لفرنسا ولكن في النهاية هي أمريكا اللي خدت الشوط طبعا خلاص وخدت اللقاء حتى لو فرنسا أحرزت الهدف. انتهى اللقاء لصالح أمريكا وبكده أمريكا بتتخطى فرنسا وتسير للبعد عن رابع المجموعة. يعني هي ماشية كده مع البرازيل عاملة يعني شغل كويس قوي. اليابان داخلة معاهم في الترتيب ما بينها وما بين اليابان الثاني والثالث إلى الآن. مع نهاية اللقاءات اليوم ومع بداية لقاءات بعد غد إن شاء الله في دور الثمانية يبقى لنا الأربع فرق في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية هيصعدوا لدور الثمانية زي ما قلت لحضراتكم. ثم تبدأ بقى البطولة وقوتها وحلاوتها من الدور الثاني في دور الثمانية. اللي بيكسب بيستمر لانه الاول بيلعب الرابع والثاني بيلعب الثالث والثالث بيلعب الثاني والرابع يلعب الاول للاربعه الكبار. من سيصل ويكمل المشوار في ارض المحروسه في البطوله الثالثه لكره اليد على الكراسي اللي بتستضيفها مصر. عموما ان شاء الله هيكون الساعه 7 باذن الله لقاء مصر والهند في اخر لقاءات منتخب مصر في المجموعه والدور التمهيدي باذن الله. هنتابعه باذن الله هنا في اون تايم سبورت كلنا وقلوبنا مع فريق منتخب مصر باذن الله انه يفوز على الهند ويجي في المركز الثاني. عموما الى ان القاكم في مباراه اخرى قادمه تقبلوا تحياتي. كان معكم خالد خيري الى اللقاء.